بسم الله والابن الروح القدس اله واحد امين. تحل على نعمته ودوم فينا بركته من الان والابد امين. معادنا النهارده نكمل مع بعض انجيل معلمنا يوحنا، الانجيل الجميل بتاع معلمنا يوحنا اللي محتاج زي ما قلنا ايه فاكرين محتاجين نحفظ فيه على قد ما نقدر، مش كده؟ طبعا هو هتلاحظوا ان في حاجات كتيره في انجيل يوحنا اوريدي محفوظه كتير لانها بتتكرر كتير، حتى الكنيسه بتاعتنا نصح قوي يعني تكرر لنا اجزاء مهمه، زي مثلا انجيل بكر طبعا المعروف، زي مثلا انجيل السامريه بتاع يوحنا 4 لما انجيله تلاقيه يتكرر 3 مرات في السنه، زي فتره الخمسين المقدسه. هي اغلب القراءات من انجيل معلمنا يوحنا ورسائل يوحنا. كنا وقفنا مع بعض المره اللي فاتت عند عدد 9. طبعا زي ما قلنا هو بدأ بداية مهمة قوي معلمنا يوحنا، قال في البدء كان الكلمة، وقلنا الكلمة دي مقصود بها اللوغوس اللي هي تمثل القوة الإلهية أو القوة المحركة للكون كله، لأنه كان بيكلم ناس. تفهم كويس قوي معنى كلمة اللوغوس دي المشهورة وأدق بصراحة من تعبير الكلمة. أنا ساعات ناس يقول لك الكلمة، هي مش الكلمة، هي الكلمة. وإدى كده مقدمة عن من هو الكلمة اللي من خلاله اتخلق بيه العالم كله. وبعد كده دخل على الحتة اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت، كان إنسان مرسل من الله اسمها يوحنا، وقال إن يوحنا جه يمهد هذا الطريق قدام المسيح أو قدام الله اللي عاوز يعرفنا بنفسه أكتر ويتنازل لكي ما يوجد في وسطينا ليرفعنا معاه تاني للسماء. وبعد كده كمل طبعا مجرد ما يجي اسم المسيح وروح راجع تاني متكلم على ايه؟ على المسيح. كان النور الحقيقي الذي ينير لكل انسان ات في العالم. كان في العالم، كون العالم به ولم يعرفه العالم، الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. كان النور الحقيقي، طبعا بعد ما جاب سيرة النور لم يكن هو النور بل يشهد نور على يوحنا. أول لما قال كده كلمة النور طبعا النور على طول تشاور على مين؟ على المسيح. راح رجع تاني يتكلم على إيه؟ على المسيح. كل ما يخرج عن الموضوع يلاقي يجي سيرة المسيح ما يعرفش يسكت، يرجع يتكلم تاني عن المسيح من شدة طبعا محبته للمسيح. عارفين اسمه حتى يوحنا الحبيب. زي ما كان احيانا يقولوا كده القديس يوحنا ذهبي الفم كان من اكتر الناس اللي بتحب معلمنا بولس الرسول، حتى ليه تفاسير كتير قوي في رساله معلمنا بولس الرسول. فكان كل ما يجي يقول في عظات كتير قوي تيجي سيره بولس يروح خارج عن الموضوع متكلم عن بولس شويه وراجع تاني متكلم عن ايه؟ عن الموضوع اللي كان بيتكلم فيه. وهكذا الانسان من شده تاثره بحد تلاقيه مشغول بيه كتير قوي ويحب يتكلم عنه كتير. كان يضيء لكل انسان ات الى العالم. طيب هو هدف تجسد المسيح ايه؟ هدف النور نفسه الموجود ايه؟ هل النور كان هدفه ناس معينه بس وهدف الكل؟ ربنا لما خلق كل البشر يريد ايه؟ ان الجميع يخلصون. طب هنقول طب هنا بيقول إلى خاصته جاء، لأن دول الناس اللي كانت معدة وعندهم نبوات وغيره وغيره عشان يقبلوا أولا ثم بعد ذلك بقيت كل الناس أو الأمم، لكن مش هدفه أن ناس معينة تؤمن وناس معينة لا تؤمن. عشان كده حتى وإحنا في شهرك ياك هو أن تسمعوا المديح يقول لك إيه، خلصتي آدم وبنيه، ما حددناش بقى مين يعني. إلا إن معلمنا يوحنا بيقول إن واضح قوي إن من البداية كان ربنا جاي موجه لمين، ده هو طالع أساسا من سبط يهوذا فإلى خاصته جاء. ويقول كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم. طب إيه علاقة المسيح أو النور بالعالم؟ يقول لك هو أصلا كان في العالم. يعني إيه كان في العالم؟ الإبن ماله؟ أزلي أزلي. الإقنوم الإبن أو الله أو الثالوث القدوس ماله؟ أزلي، من البدء. من البدء
زي ما قلنا إن ما قال في إنجيل يوحنا في الأول خالص في البدء كان الكلمة، يقصد بها بدء الإيه؟ بدء الكون كله من قبل ما يكون يكون موجود، غير في البدء بتاعت إيه؟ سفر التكوين، بدء الخليقة. في البدء خلق الله السماء والأرض. طب ما قبل كده كان إيه؟ في البدء كان الكلمة، ما قبل كده كان الله نفسه هو الإيه؟ هو اللي موجود في البدء. عشان كده يرجع تاني يأكد على أزلية أكنوم الإبن، يرجع تاني يأكد على أزلية أكنوم الإبن. فهو أزلي مولود من الآب إيه؟ قبل كل الظهور، مولود من الآب قبل كل الظهور، كان في العالم وكون العالم به. يعني إيه كون العالم به؟ يعني العالم ظهر أو خلق أو وجد من خلاله. كون العالم به يعني إيه؟ يعني هو الخالق، هو الخالق. زي ما قال معلمنا بولس في عبرانيين واحد يقول كده، الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء كلمنا الآن في ابنه، يقول الذي به عمل العالمين. يعني من خلال الابن إيه؟ خلق كل شيء. ولم يعرفه العالم، عشان كده هيجي بعد كده في عدد 14 يقول إيه؟ والكلمة صار جسدا. لم يعرفه العالم. الحقيقة ربنا من البداية كان يعلن عن نفسه بأنواع وطرق شتى، بأنواع كتيرة قوي وطرق كتيرة قوي. ربنا كل شوية يعلن عن نفسه مين هو الله. من البدء خالص، من أول لما خلق آدم، خلق آدم فين؟ عايش معاه. فربنا مش معزول عن الإنسان من البداية. ربنا يقول لذتي في بني آدم، أنا عاوز أعيش مع الإنسان، ده هو تاج الخليقة كلها، عملت الدنيا كلها عشانه. بعد ما عملت كل شيء يقول وجبل الرب الإله آدم تراب من الأرض ونفخ فيه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. طب كل ده يا رب انت عامله عشان مين؟ قال عشان آدم. عشان آدم. آدم اللي هو ايه؟ شخص ولا البشرية كلها؟ البشرية كلها. عشان كده يقول كون العالم به ولم يعرفه العالم، عشان العالم لم يعرفه بالرغم ان هو النور الحقيقي. فبالتالي العالم تايه في معرفته، عايش في نور بس نور وهمي الحقيقه، مش نور بجد. بيدور طول وقت الانسان، عمال يدور ويبحث عن ايه؟ عن فرح، عن سعاده، عن معرفه الله، وايه الان ايه؟ مش عارف يوصل الى هذا الوقت، مش عارف يوصل. عشان كده يقول لم يعرفه العالم، لسه العالم في ضلال بعيد قوي. ربنا حاول بكل الطرق، قال طب نبدأ من البداية خالص، آدم خلاص هتعيش معايا وتكون لينا عشرة مستديمة. آدم يقع في إيه؟ خطية. تعمل إيه؟ لك تفصل الإنسان عن الله بعيد، دخل في متاهة. طيب يجي بعد كده آدم بقى ونسله وكل الناس دي، تعرف ربنا إزاي، تتواصل مع ربنا إزاي؟ بالفطرة، بالضمير، مش كده؟ ما كانش فيه لسه ناموس مكتوب، ولكن الضمير كان إيه؟ أحياناً يزوغ ويتوه، فالضمير ممكن يقع يبعد. زي ما قايين قتل أخوه، قال لحسن حد يشوفني يقتلني، طب عرفت منين إن ده غلط؟ ضميره واقعه، مش غلط، مش مظبوط. لكن مع الوقت الضمير تاه، فخلى الإنسان إيه كمان؟ هو كمان يتوه، ما يعرفش ربنا. قال طب هديكوا حاجة مكتوبة، قال لي يا موسى تعالى استلم مني الوصايا. فأعطانا الوصايا في لوحي الشريعة، مكتوبة الوصايا، نحب ربنا إزاي، نحب الناس إزاي، دي مختصر الوصايا، صح؟ تحب الرب إلهك من كل قلبك، قريبك كنفسك، لا تشتهي، لا تشهد للزور، كل ده إيه؟ تعاملات مع الناس. يبقى تحب الناس إزاي، تحب ربنا إزاي. بالرغم من كده برضو العالم تاه، قال طيب أبعت الأنبياء ويبعت الوصايا عن طريق أنبياء وغيره وغيره، بالرغم من كل ده الناس برضو إيه؟ معرفتش النور. قال في الآخر بقى أنا بنفسي أنزل أكون في وسطيهم، النور الإيه؟ الحقيقي. لم يعرفه العالم، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. يعني على مستوى البشر المسيح منسوب إلى خاصته، منسوب إيه؟ بالنسل البشري إلى سبط يهوذا، لكنه تجسد من أجلنا ومن أجل خلاصنا، مش كده؟ أقول كده،
لأجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس. لكن هدف تجسده كان لأجل مين؟ لأجل كل البشرية، لأجل كل البشرية. لكن بالرغم إن هو جاء إلى خاصته اللي هو المفروض أول ناس تعرفه، يقول ومعلمنا بولس يقول ومنهم المسيح حسب الجسد، يعني المفروض أول ناس تعرفه مين؟ يهود. إلا إن اليهود نفسهم إيه؟ تاهوا، ما عرفوهوش، لم تقبلوا. إيه الدليل إنهم لم يقبلوه؟ إنهم صلبوه. إيه الدليل إن خاصته لم تقبلوا؟ إنهم صلبوا المسيح نفسه. وده الحقيقة حال المسيح إلى الآن، النور الحقيقي الآن يضيء، ولكن الحقيقة مش كل يعرفه، مش الكل يعرفه. إلى خاصته اللي هو إحنا المفروض أكتر ناس نعرف هذا النور ونضيء مثله. هو قال كده، أنتم أبناء النور كما أن المسيح نور. لكن الحقيقة هل كل واحد مسيحي بيضيء للي حواليه؟ فإلى خاصته جاء وخاصته أحيانا برضه لم تقبله. وهكذا يكون المسيح إلى الآن ما بين قابل للمسيح وبين رافض للمسيح. في ناس تقبل المسيح بالاسم لكن أعمالهم لا تشهد ليهم، فبالتالي كلمة قبول المسيح معناها إعلان وضوح للمسيح الحي فيا، زي ما إيليا كده في مرة قال الحي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، وزي ما علمنا بولس قال إيه، تمثلوا بي كما أنا ها بالمسيح، كما أنا بالمسيح. عشان كده قبول المسيح معناها أن الإنسان يكون خاضع لربنا كاملة بمشيئته بكل ما يملك للمسيح. ده اللي قال عنه معلمنا متى أو في الوصية في المواعظ على الجبل، هكذا فليضيء نوركم قدام الناس فترى أعمالكم الصالحة، على طول تنسب ده لمين؟ فتمجد أباكم الذي إيه؟ الذي في السماوات. أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطان. طبعا في ناس رفضت المسيح، لكن في قلة أمنت بالمسيح وقبلت المسيح. طب القلة اللي قبلت المسيح دي ايه؟ اعطاهم ايه؟ اعطاهم سلطان ان يكونوا اولاد الله، يعني نعمة مختلفة بقى خالص. الناس اللي قبلت المسيح دي اخدت نعمة مختلفة، هيقول عنها في الاخر نعمة فوق نعمة. وده اللي قاله معلمنا يوحنا في اصحاح 3 لما نجيله ان شاء الله ويتكلم عن المعمودية، قال الذي يؤمن به لا يدان، عشان كده يقول اعطاهم سلطان. والذي يؤمن به، والذي لا يؤمن به فقد دينا، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وده الحقيقة هو محور أو المحور كله بتاع إنجيل يوحنا، حوارات الناس تؤمن وناس لا تؤمن. إنجيل يوحنا ماشي كده، حوارات ما بين المسيح ما بين اليهود ما بين الكتب والفريسيين. هو ناس تقول هذا هو ابن الله وتؤمن، والناس تقول في يوحنا 6 بالحقيقة هذا هو النبي الآتي إلى العالم وتؤمن ده المسيح، وناس تاني يقول لك إيه إن المسيح قد جدف لأنه إيه دعا نفسه ابن الله معدلا نفسه بالله. كل إنجيل يوحنا هيمشي معانا كده. فالمسيح يشهد لنفسه أنه ابن الله، يشهد لنفسه. مرة قريت على النت حاجة غريبة قوي من بعض الحاجات المهاجمات يعني مسيحية وغيره، فواحد بيقول المسيح الحقيقة عمره ما قال إن هو الله. عارفين يعني الآية اللي تقول لك أقلت إن أنا إني الله فاعبدوني. قال لك المسيح ما قالش ابن الله، هو نبي وإنتوا ألهتوه يعني. فطبعا استغربت أوي، ده المسيح قال مرارا وتكرارا يعني. أما اليهود قاموا ليه في مرة ياخدوا حجارة يرجموه؟ حتى كان رد ربنا يسوع عليهم قال لهم أعمال كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي فلأي عمل منها ترجمونني؟ رد اليهود قالوا له إيه؟ نحن لا نرجمك بسبب أعمالك بل لأنك تعادل نفسك بالله. يعني هم فهموا صح، يعني هم فهموا صح. عشان كده تلاقوا إنجيل يوحنا زي ما قلت إيه أغلبه حوارات، والحوارات دي حلوة قوي لأنها توضح أو تؤكد أو تثبت لاهوت المسيح. أما الذين قبلوه ف
فإيه فأعطاه سلطانا أن يصير أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، أي المؤمنون باسمه الذين قبلوه، أي المؤمنون باسمه. يعني إيه؟ يعني في عطية خاصة ربنا يعطيها لأولاده يختلف بها عن أي حد في الدنيا كلها في العالم كله. أما الذين قبلوه دي معناها إيه؟ كيف يقبل الإنسان المسيح؟ دي اللي هتيجي في يوحنا 3 بتاعت نيقوديموس، يقبله إزاي؟ ما هو علامة قبول هذا الإيمان؟ يموت ويقوم مع المسيح؟ إزاي؟ من خلال إيه؟ خلال المعمودية. عشان كده الذين قبلوه دي معناها إن هو يقبل الميلاد الثاني اللي اتكلم عنه مع نيقوديموس. قال له في ميلاد أولاني، ده معروف، ده من جسد، ولكن في ميلاد تاني منين؟ من فوق. في ميلاد تاني من فوق. المولود حسب الجسد ينتسب للجسد، يدور على الميراث الأرضي، ويدور على يعني ماشي بقى في سيد يعني دايرة الحياة المعتادة، الموت والحياة والزوال وغيره. لكن المولود الروحي ده إيه؟ ده مختلف بقى، من خلال الإيمان بالمعمودية، زي ما قال في مرقس 16:16، من آمن واعتمد إيه؟ خلص، ولما ومن لم يؤمن يدن. فبالتالي الميلاد ده ينتسب فيه الإنسان لمين؟ للمسيح، عشان يصبح الإنسان ابن لله. فبالتالي بما إنه ابن لله يبقى عنده ميراث تاني، مش ميراث بقى يفنى ويتدنس ويضمحل زي ما علينا بطرس بيقول، لا، الميراث فين؟ موجود في السماويات، ثابت ولا يضمحل أبدا. الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله ولدوا. ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد. هنا يوحنا بيوضح بقى، دايما يوحنا يدي العنوان ويفسر ويعيد ويكرر تاني. الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد، يعني في فرق ما بين الولادة من المسيح أو من الله وبين الولادة من إيه؟ الولادة العادية من دم ولحم. ليس من دم يعني ليس من زرع بشر. اليهود كانوا يفتخروا قوي ان هم منين؟ من اصل داوود، صح؟ من دم داوود. حتى في مره في احد الحوارات اللي هنقابلها في انجيل يوحنا قالوا نحن ذريه ابراهيم ولن نستعبد لاحد قط. كيف تقول انه نحن نصير احرارا؟ في يوحنا 8 صح بتاع الحريه. ويقول كده هو معلمنا يوحنا ازاي ان هم كانوا يفتخروا ان هم اولاد ابراهيم، حتى ربنا قال لهم في مره ايه، ربنا يسوع قال لهم ايه، الله قادر ان يقيم من الحجاره اولاد لابراهيم. فكانوا يفتخروا قوي ان هم سلاله ابراهيم، ابراهيم واسحاق ويعقوب. فبالتالي هنا يقول بقى الميلاد الثاني ملوش علاقه بايه، ليس من دم، مش بحسب الاصل الانسان يفتخر. فاليهودي كان فرحان قوي، ليه؟ لأن هو شعب الله المختار، فبالتالي حاسس بقيمة كبيرة قوي، يعني هو بتاع ربنا. فقال لهم الحقيقة لا، الولادة بتاعت المسيح دي تختلف، ليست من دم ولا من مشيئة جسد. يعني ولا من مشيئة جسد؟ يعني مش بحسب إرادة إنسان. لما إنسان يفكر يرتبط وينجب ده بمشيئة الإنسان بإرادته. فقال لهم لا، مش بحسب الولادة البشرية الطبيعية اللي ناتجة عن بقى شهوة جسدية أو أي غيره، لا، ما فيهاش مجال لفكرة الغرائز. ما أي إنسان مولود شكل طبيعي يجوع وياكل ويشرب ويعيش زي الدنيا، ودور على لبس يلبسه وهكذا. ده الإنسان الطبيعي، يسميه الإنجيل يعني، ده الإنسان الطبيعي. ولكن الحقيقة لا، ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل. ولا من مشيئة جسد يعني مش واحد بشهوة كده جسدية يعني جاب إنسان أو خلف إنسان، ولا نتيجة ارتباط طبيعي وزواج طبيعي وخلف ولاد، لا، أمال إيه؟ بل من الله. يعني الولادة هنا إيه؟ من الله ذاته. خلي بالنا، ودي حاجة مهمة نقف عندها شوية، إن دلوقتي في اتجاه كبير، اتجاه كبير قوي، والحقيقة يعني أكتر
حرب مغرية قوي وتهاجم الديانات وبالأكثر المسيحية. فكرة وجود الديانة السامية أو الديانة الإنسانية. الديانة الإنسانية يعني إيه؟ يعني يقول لك طب أنا محتاج الكلام ده في إيه؟ أنا محتاج المسيح في إيه؟ أهم حاجة إن أنا أعيش كإنسان، ليا كيان، ليا كيان. فأهم حاجة الإنسان يتعامل بشكل كويس، إحنا بشر. لسه حد من قريب كان بيتناقش معايا في القصة دي، إن إحنا بشر، أهم حاجة سلوكي وأعمالي وطريقتي وتعاملاتي مع الناس، ملهاش علاقة بقى بالدين. في ناس فكروا كده وبدأوا ينتشروا في العالم كله دلوقتي وفي الغرب بالأكتر، يقول لك أنا ماليش علاقة ديانتك، أنا مش عايز حاجة اسمها ديانة خالص، لكن الديانة بتاعتي هي الإنسانية. يعني إيه الإنسانية؟ يعني إن إحنا نتعامل كبشر، يبقى في حدود، ما ننقضش بعض. وعلى فكرة دي ديانة ليها نظام، أنا بعمل سيرش كده على النت طلعت يعني شروط قبول هذه الديانة، حاطط حوالي 12 13 بند. يعني يقول لك ان الفكره ان احنا محتاجين انسان ذو عقل مفتوح، يقبل الامور بايه؟ بشكل لوجيك، يعني ملوش علاقه بالايمان، فهمني بالعقل والمنطق، بالعقل والمنطق، عن طريق البحث، التجربه، الاستنتاج. مش مهم ان يكون ليك ايمان مبني على فكر، لا، احنا عايزين ما هو يقبله العقل، ما هو يقبله العقل ولا يتعارض مع المنطق. نمرة اتنين يقول لك احنا نحترم الكل بغض النظر، من غير تعصب ولا مذهبية ولا طائفية ولا لون ولا أي حاجة، نحترم الآخر، لا ننقض أحد، ما نجرحش في أحد أبدا، نحترم أي نظام في أي دولة بقوانينها ودستورها. مش مهم يكون لنا كتاب سماوي نؤمن به، لا، إحنا إيماننا هو التراث البشري. البشرية قالت إيه، اخترعت إيه، عملت إيه، ما هو يقبله العقل والمنطق، هو ده المرجعية بتاعتنا. الإيمان والعلم والثقافة، هو ده إيه؟ هو ده الإيمان بتاعنا. فبالتالي احنا نرفض فكرة العنف. ممكن يعملوا مساعدات للناس اللي عندهم مجاعات وغيره وغيره وغيره، ولكن يقول لك انا مش محتاج ربنا في اي حاجة، انا بالتالي مش محتاج ربنا في اي حاجة. وكأنه بيفصل سلوك الانسان عن ايمانه، كأنه يفصل سلوك الانسان عن ايمانه، يعيش في مبادئ اجتماعية وانسانية بعيدة عن فكرة الايمان خالص. عشان كده ده حقيقة اتجاه خطير قوي ومريح لناس كتيرة قوي. هتقعد تقول لي بقى دول يؤمنوا بكذا ودول يؤمنوا بكذا ودول طوائف ايه ودول ايه ودول ايه، لا، طلعني بره القصة دي خالص. احنا نتعامل بايه؟ بالمبادئ الانسانية العامة، ما يقبله العقل اللي قبله اخده، اللي ما قبلوش مش عاوزه. عشان كده هنا معلمنا يوحنا يقولك لا، خلي بالك، ليست من مشيئة الجسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله ولده. أقول له طب أسألك سؤال، سلوكك ده يدل على إيه؟ هو على معتقد، عقلك قابل شيء ينتج عنه سلوك. معلش هنتكلم كلام إيه؟ منطقي شوية. طب ما هو سلوكك ده يعتمد على إيه؟ على ما تعتقد به أو تؤمن به. كلمة تعتقد يعني تؤمن. فبالتالي سلوكك أساسه الإيمان. لما واحد يروح يقتل واحد الإرهابي ولا غيره، ما اعتقد يقول له ايه؟ انت احسن منه، انت مكلف من ربنا انك تعمل كده، ده ايمان بالنسبة له. عشان كده معلمنا يعقوب قال لك اريني ايمانك بدون الاعمال دي، السلوك اهي، وانا اريك باعمالي ايماني، وانا اريك باعمالي ايماني. طبعا الكلام ده بدأ يأثر في ناس كتير قوي، وبالاكتر الناس اللي ملهاش ايه؟ ملهاش علاقة بكنيسة ولا غيره ولا غيره، فبالتالي يقبل الكلام ده، يقبل الكلام ده بسهولة. لسه من يومين حد كان بيتناقش معايا في كده، يقول لي يا ابونا لا، ما تقولش ده يؤمن بكذا وده يؤمن بكذا. قلت له حبيبي، ما هو انا مسؤول اعرف ابني ياكل ده او ما ياكلش ده وهو يختار. بس لما اقول اي حد بيؤمن بواحد اتنين تلاتة وانا اؤمن بواحد اتنين تلاتة، انا مش غلطان، بمنتهى الاحترام وكل حاجة، ليست بتهكم ولا بنقد ولا حاجة،
بس من حقي أعلن إيماني وأقول أنا إيماني كذا، ومن يختلف عن إيماني بيختلف في كذا. فأعتبر أن ده إيه؟ ده ضد الإنسانية. ضد الإنسانية. عشان كده الحقيقة فرق شاسع ما بين فكر الدنيا وفكرنا. وده اللي ربنا يسوع قاله في يوحنا 15 لما نجيلها، يقول لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا إيه؟ اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. وهو طبعا الكلام اللي احنا بنقوله ده ماله؟ ملوش قبول، ملوش قبول. ليه؟ لأنه كلام مش على مزاج العالم. كل اللي هو بيعمله بهذا السلوك الإنساني الرائع الراقي ما يقدرش يوصل لأحبه وعدائكم، ما يعرفش يجيبها. قوله أنا أقدر أجيبها بقوة المسيح. ليه؟ لأن المسيح عمل كده. يحاول يعطي ويساند الناس المحتاجة وغيره، ده شيء كويس قوي، لكن يعطي كل ما عنده صدقة، كل ما عنده صدقة ما يعرفش يجيب. ليه؟ لأنه الحقيقة بعيدة عن فكرة الإيمان. عشان كده إذا كانت فكرة الدنيا مشغول بأكل وشرب ولبس وغيره، ربنا قال هذه كلها تطلبها إيه؟ الأمم. بس إحنا المفروض مش كده، إحنا المفروض مشغوليتنا الأكتر إيه؟ إحنا مولودين من الله. فيقول كده هو، ولكن أطلبوا أولا إيه؟ ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. عشان كده النعمة أو العطية اللي ربنا بيديها لنا تختلف كتير قوي 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 عن فكر الدنيا. وده معناه أن الإنسان واخد مسؤولية كبيرة قوي. الإنسان اللي دخل جوه وجنه المعمودية ده ياخد مسؤولية كبيرة قوي. لما يجي واحد يقول لأبونا عايز أبقى زيكم، مش نفرح نقول له تعالى يلا اتعمد بكرة، تعالى الصبح أنا عندي قداس، تعالى عمدك الصبح وناولك. لا، أبونا يقول له يا حبيبي لا، أنت عاوز تعمد ليه؟ بيقعد معاه فترة يقول له لا، خلي بالك المعمودية دي مسؤولية كبيرة قوي، لازم تفهم معناها قبل ما تاخدها. لازم تفهم ان انت لما تقدم نفسك للمعمودية انت هتبدأ تموت عن الدنيا، هتبدأ تنتسب للمسيح مش للدنيا، هتعيش بالجسد ولكن تهتم بالروح اكتر، هتدقق في كل كلمة بتقولها، في كل حاجة بتقولها، هتحاسب نفسك كل يوم على اعمالك، هل هي توصلك للسماء ولا لا. عشان كده إذا أنت قابلت كل ده، تعال بقى ادخل وابدأ اشتغل مع المسيح. كل دي الحقيقة معلمنا يوحنا يديها مقدمة عشان يقول طيب إذا كان المسيح كده، طب نعرفه إزاي؟ نتواصل معاه إزاي؟ يجي في عدد 14 يقول إيه؟ والكلمة صار جسدا وحل بيننا. ودي بقى آية الحقيقة يمكن ناخد فيها المرة الجاية كلها، يعني آية دي أكتر آية على مر العصور كتب فيها كتب. قديس أثناسيوس كتب كتاب اسمه تجسد الكلمة على الآية دي بس، الكلمة صار جسدا. يعني إيه الكلمة صار جسدا وحل بيننا؟ إن عشنا وكلمنا عمر بنعمة ربنا. المرة اللي جاية إيه؟ نبدأ من عند عدد 14. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن آمين. أنا مش عايز أطول النهارده.